استني مش تبالش، انا اسوي بروفا. استني يلا الباربي. لا 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 لا. واحد اثنين واحد اثنين. خلاص نبلش. يلا اول اشي اعرف عن حالي. دال ياسمين. دال يا نصر النبوشة. انا من القدس. مصوصي عادي بيتنا هون. بحب اسكن يعني يطلع شمال ابويا. احنا في النص بين المستوطنة والخربة. انا هبة العذراء ومسافر يطا. وفي ناس ما بتعرف مسافر بيسألونا قال يعني بده يصير عندي هجير. بحكي لي النساء بطلنا نفكر شو بدنا نسوي بكرة، نفكر شو الجيش رح يسوي بكرة. السلام عليكم. ربيت أولادي، يعني كنت عايش في غرفة لأنه الاحتلال بيمنع أن نبني بيوت، يعني عشت في غرفة واحدة 14 سنة. أم محمد من عيلة الدرب جندية. اسمي زهرية، وجبت أولادي كلهم هين في المغارة، وأجونا اليهود وهدوا الخرب، هدوها كلها على الآخر ما خلوا ولا إشي. بعد ما عمرنا وخلصنا قبل ما نحط الغنم في الصير ننيمها، بعد ما خلصناها أجانا قرار نرحل. مجدة بدهم يستخدموا التدريب عشان يهجروا سكان مسافر يطا. هدوا بيتي، كان إلي بيتها جنود جايين يهدوا روحه. بعطوش رخصة، احنا خايفين انهم يهدوا. مرات بصير اقول في تخيلاتي وهيك بقول يعني هم طخوا ابني بدهم يهدوا البيت بيهدوا. انت شفتي كنت موجودة؟ كنت موجودة. اللي هو بحكي لي يوم ما الجيش اجوا 10 فيهم، ترى هم بيجوا الحين بعطوه تخطير بقى بني في براك السم. فشوي هزيلها بتقول لي اخته يوم هارون راح. فانا على طول دشرت كل شيء، والجندي هذاك صار يسحب في الموتور، هذا راح صار يسحب في الموتور. نتأمل من الله لو انهم يسمحونا بس نبني غرفة ومطبخ وحمام واقعد ابني فيهن ونقعد احنا فيهن وخلاص بدناش ولا اشي. مستقبل. بدي زي ابوي اصير اصاري زي ابوي. هم ما بهجروش في يوم واحد، وراح كيف يعني كيف تدريجيا يصير التهجير، ينغص حياة الناس هان مشان الناس تترك لحالها. يعني انه قرار التهجير للمسافر من 85 طبقوه في 2020، المستقبل غير آمن وغير هادي. يعني يخلوا الفلسطينيين يكونوا في دائرة انهم يكونوا مضايقين عليهم، مش بس راح يأثر على المسافر او على الخليل، راح يأثر على الضفة الغربية، راح يأثر على فلسطين كلها. رغم الخوف والمعاناة والصعوبات كلهم تعلم والحمد لله، وهينا حق قاعدين كيف هالطور. والله صعب، اقول لك مش صعب، والله صعب، بس احنا ما بنطلعش.